بهم الغزير قرى ودورا، نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر على قناة التناصح مع دار الإفتاء، الذي يتولى فيه مجموعة من المشايخ الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا على الأرقام 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. ويمكنكم أيضا أن تتواصلوا معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في اليوتيوب. أيضا يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. أبدأ بسؤال مهم من الأخت بنت ليبيا، قالت: ما حكم الأخ الذي يمنع أخته من الزواج بكفئها وممن ترغبه، وما حكم إساءة معاشرة الزوجة والأخت؟ السؤال من شقين. الشق الأول، الأخ الذي يمنع أخته من الزواج بكفئها أو بمرغوبها. بداية، إذا كان هناك الأب فالأخ لا دخل له، لأن الأب مجبر والأخ ليس مجبرا، وبالتالي إذا كان هناك الأب موجود وما زال حيا، تلجأ البنت هذه أو الأخت تلجأ إلى الأب، يقول له: والله يعني فلان أرغبه، أو توصي أمها إذا كانت تستحي أن تتكلم بمثل هذا الكلام مع أبيها، توصي أمها تقول لها: والله فلان أنا أرغبه وأريد الزواج منه. فإن وافق الأب فلا عبرة بكلام الأخ هذا. لكن المسألة، وهي تحدث كثيرا وعندنا مشاكل كثيرة جدا للأسف في ليبيا، إذا كان الأب متوفيا، إذا كان متوفا الأب والأخت هذه جاءها رجل يخطبها والأخ يمنعها، ما حكم منع الأخ أخته من الزواج؟ نأخذ مبروك ثم أكمل الإجابة عن السؤال الأول، هو سؤال مهم حقيقة. الأخ مبروك، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يرحم الشهداء يا رب العالمين. إن شاء الله يا رب. الله يشفي جرحانا يا رب العالمين. إن شاء الله جميع المسلمين يا رب. يا شيخ بالله عليك، عندي سؤال هم جدا جدا جدا. تفضل. عندي واحد يا شيخ ياخذ مرتب أخوه. إيه. شباني هو معايشة معه، حتى يا شيخ حتى اللي يقول لي يجيب لي دخان ولا يقول لي يجيب لي شيء، حشاقي يكشف عليه يا شيخ، قالب عليه وجهه يقول لي: لا ماني جايب لك. هو يا شيخ ياخذ في مرتبة 450، ياخذ في دولارات 500 دولار خداحن. عايشة معه هو يا شيخ، عايشة معه غير حياة خاصة يا شيخ. حياة خاصة؟ حياة يا شيخ، فيش حياة، عايشة مع غير غبي من قلة الموت زي ما يقولوا الليبيين يعني. ايوه يا شيخ، نصيحة ياخذ في مرتبة هو يا شيخ، مرتبة ينزل له مرتبة نزل له شهر 6. والأخ هذا علاش يخلي في خوه ياخذ مرتبة؟ علاش ما ياخذهاش هو؟ ولا ما يقدرش؟ لا لا هو ما ي... لا ي... هو يا شيخ عندك الحق، هو شبان كبير ما يقدرش. ما يقدرش. ما يقدرش يا شيخ يقول لي اعطيني مرتبي. ايوه عارف يا شيخ فقط الدرجه حتى المكيف ما عندهاش، قال لي جيب لي فراره. يا شيخ
يعني ما نبيش نوضح واجب شيخ. باهي باهي واجدين يفهمتوا بيا. باهي باهي باذن الله تسمع اجابه وتسمع نصيحه اذا كان الاخ يسمع فينا. الاخ علي من بنغازي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أكيد عندي سؤال. أنا عندي سيارة بنبيعها سيارة. إيه. بنبيع. جاء واحد قال نبيع السيارة هذه ودفع لي 1000 جنيه عربون. إيه. بعدها قال لي تو نجيب لك الباقي الفلوس. باه. بعدين قال لي سمي مطفية مطفية بعدها قال بعد 4 أيام 5 أيام قال ما عادش نبيها خلاص. باه. قال ما عادش نبيها. واللي جينا من قبل نقول مبيوع الطيارة مبيوع الطيارة شو حكم العربون حكم العربون باي تسمع الإجابة بإذن الله. السؤال الثاني ايه؟ نبي رفع لي دين أساس في تكملة الإحرام. ايه رفع اليدين في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. تفضل أخ سليم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الفاضل عبد المحسن جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. بارك الله فيك أخ سليم. وكذلك يعني في نشر قراءة الطلاقة، قراءة الطلاقة طريق وصول الإنسان المسلم إلى الحقيقة. إن شاء الله يا رب. أجي على المعاشر يا شيخ عبد المحسن لو سمحت. تفضل. على بركة الله عز وجل نبدأ بالسؤال الأول. لماذا جاهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متحمل المشاق والمتاعب وعدوه أقرب الناس إليه ولم ينجى منهم حتى من السحر وحصل له ما حصل في غزوة أحد كل ذلك في سبيل نصر الدين الله ونصر الإسلام. ما هو السؤال؟ السؤال عن جهاد النبي وكفاحه في سبيل نصر الإسلام. هل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم أخ سليم يعني شيخ عبد الله لم يتحمل المشاق والمتاعب في سبيل دين الإسلام يعني ونشره؟ باه باه. السؤال الثاني ما قصة العنكبوت والعمارة في الغار في الهجرة النبوية؟ قال الصحابي أبو بكر الصديق رضي الله عنه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم لمر واحد إلى قدمين إلى الأعلى فرد عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما رأيك في اثنين والله ثالثهم. ايه هذه تصل عليها. تصل عليها شيخ عبد المصر. باي تمام. السؤال الثالث سائق تاكسي مريض بالقلب وحادث له حادث سير وتوفي معه من القائد رجل مسن وعجوز مرأة مسنة وتنازل الأهل على موتهم فماذا عليه أن يفعل؟ معلش سامحني الصوت قوي شوية أخ سليم. خير الرجل المسن هذا؟ سائق تاكسي مريض بالقلب وحدث معه حادث سير وتوفي معه من ركاب رجل مسن وعجوز مرأة مسنة وتنازل الأهل على موتهم فماذا عليه أن يفعل؟ خيرهم الأهل؟ تنازل على الموت بتاع هذا على موتهم يا شيخ عبد المحسن. تباكوا؟ تنازلوا على اهلي على تنازلوا تمام تمام. نعم. السؤال الرابع والاخير رجل مسلم كانت لديه اموال بلغت النصاب والحول ولم يخرج الزكاه عن هذه الاموال الان هذا الرجل عليه ديون ومفلس ماذا عن زكاته الاموال التي كانت لديه؟ تمام. هو كان عنده نصاب ووجبت عليه الزكاة ولم يخرجها ثم الآن أصبح فقيرا ماذا عن تمام باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. يا رب بارك الله في الجميع إن شاء الله. الأخ عبد الحكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت انا وانت طيب دكتور عبد المحسن متعيش في الكريمه والناس الطيبه وشيوخنا الامانه وبارك الله فيك. الله يبارك فيكم يا سيد عبد الحكيم. ايوه عبد الحكيم. الله ينورك ان شاء الله. ان شاء الله اجمعين يا رب يا رب اجمعين. صحيحين. الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله. شيوخ ليبيا وعلى راسكم الدكتور الشيخ طارق غريان يا رب يحفظ المسلمين. ان شاء الله يا رب يحفظ الله جميع المسلمين باذن الله. ان الغلاء والوباء هذا والفواحش ما ظهر منها وبطن ان شاء الله يا شيخ يا رب دعواتكم يا اخ عبد الحكيم دعواتكم ان شاء الله. و
والله كلها تدعي كل واحد ان شاء الله يا رب يا رب. وانا بالموضوع هو تو سبحان الله هو ديما الدعاء والتكبير والتهليل يا دكتورنا الفاضل هذا يرفع الغلاء والوباء. تو المساجد حتى في العيد ما سمعناش ان هي تكبيرات، حتى تو الصلاه نقولوا الصلاه قالوا كورونا ما كورونا، اقل شيء دسكه تبدا تكبر في طرابلس والمدن الكبيره وكلها نتاع طرابلس تبدا التكبير حتى ترفع علينا الغلاء، حتى الناس تبدا فيها قلوب، حتى اللي نيتها تبدا متضايقه يبدا يكبر في الطريق، اي نوع من نذكر فان الذكرى ينفع المؤمنين. وحاجه ثانيه دكتور عبد المحسن اللي هي تو جنوب طرابلس اللي دمرها المجرم هو الفاقنه، لازم المجرمين الضارقين والجنجويين يقول لك الامكان اللي يتهجر معي يستملك. انا تو قلبي يطرح ويدرز علي غادي يودي ربيع يقول لك سبحان الله جانا عزوزه تجري جانا نار جانا كذا. هاي قلت فيه ولا ما فيش، خذي تو مرات واحد انت يسمع كلمة زي هذه يقول لك حاجه مضحكه وكذا. هذه يمكن الله اعلم ان الامكان يبدا ما فيش شماع او تكبير او قران او تهليل يستملك الامكان يبدا مهجور. فهذه نبدو انت تطرح الموضوع حتى تنبه به الناس اما وربي ان شاء الله ينصر الثوار واللي في الجبهات سرت ان شاء الله بتحريرها يا رب. شي جرحانه وتبت دائما الناس مخلصه لدينها وطنا وعرضها وجمعتكم مباركه وربي يبشرنا بالخير. الله يبارك فيك اخ عبد الحكيم، بارك الله فيك اخ عبد الحكيم. الاخ مفتاح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقبل الله مني منك يا شيخ. اجمعين يا رب اجمعين يا رب. جيت متاخره سامحنا. لا لا ان شاء الله. ربي يحفظك بالله يا شيخ. كلمه في حق الشعب المتملح، الشعب سبحان الله درنا الثورة اللي باش نقدموا للوخر الضي يا شيخ، ولا الحمد لله وحنا في الكنيسة حساك ضحية تقربنا لله الحمد لله تقربنا بها لله سبحانه وتعالى ومش مشكلة، لكن غلط مكيف نضرب ثلاجة انضربت ولا لوحتها فصل انضربت كل شيء انضرب يا شيخ بالله. كلمة كان يسمعوك للحكومة يا بالله عليك الضي يسوونا يسوونا مناطق مش 18 مساك شعبية عين زهرة طريق جامعة نصر 18 ساعة يومين ومناطق ثانية بالأربع خمس ساعات يا شيخ. بالله كلمة بحق العدل، بس العدل ما نبو شيء، احنا نبو مرتبات ينزل فوقتها بس، ونبو الامن والامان ان شاء الله خير يا رب ان شاء الله ربي يحقن دماء الليبيين، هذا ما نبو ونبو الضي والميه تو الضي للميه يا شيخ، حتى واحد داير بير بيعطي الناس ميه مسكرين الضي ولا مسكين منين يجي الضي. الحمد لله بفضل الله داير الوالد بير ونعطي اللي يجي نعطيه ان شاء الله يسكن في حد اكثر بعد ياخذ يجيب الطب ويعبي. لكن يا شيخ منين يطفوا في الضي والناس تقعد مغلى، والله منين يجي الضي يبدا المسكين يجوا طبواتهم يجروا، هذه لوجه الله مدير مش لا رزقنا ولا شكورا. لكن اتمنى من الحكومه انها تراعينا يا شيخ حتى ثلاث ساعات، انا راضيين خمس ساعات راضيين بها، لكن 18 ساعه و20 ساعه والله قسما بالله في دواء. انا عندي الضغط والسكر نحط الدواء في الثلاجه ما فيش كيف، معقول ناخذها فاسد يا شيخ؟ حول ولا قوه الا بالله. والله يا عيال مرتبات والله الى اليوم ضحايا ما عادش بدينا نضحوا، ما عادش بدينا نضحوا الا كان الا بالضغط كنا ناخذها بالدين يا شيخ. حول ولا قوه الا بالله. تسمع اجابه ان شاء الله تسمع بالله عليك يا شيخ. نصيحه للناس وحبيتك بالله وان شاء الله بالله في ميزان حسناتك. نصيحه هكي لوجه الله سمعوا باهي ما سمعوش، وبعث لي الدوله على البنزينه والنافطه معقوله في اللي يمشي يدير شويه بتاع الفيسبوك بتاع، اتقوا الله في انفسكم اتقوا الله بالاشاعات. والله بنزينه تعبي نافطه تعبي، لكن هل بيديروا اشاعات ويكتبوا على النظام السابق الله يرحمه وكذا كذا، شو دخل هذا في هذا يا شيخ؟ اللي كل شيء مشي، احنا اولاد اليوم كل شيء جديد باذن الله غير الصبر. احب لاخيك تحب لنفسك، كان كل واحد يصلح من نفسه تصلح البلاد يا شيخ. تسمع الاجابه يا اخ مفتاح، تسمع نصيحه هي مش اجابه، ونظن اللي انت قلته يعني الحزن اللي في الصوت والحرقه اللي في الكلام
أبلغ من أي نصيحة من أي شيخ ولا من أي شخص آخر، لكن بإذن الله نزيد نوجه نصيحة إذا لقيت أذانا صاغية، لعل الله ينفع بكلامك أنت أو بكلامني أو بكلام أي شخص آخر بإذن الله تعالى. الأخ الأمين من ريعنا. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد المحسن، شن حالك؟ لاباس الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الله يبارك فيك ويرحم الله، تكون سنة طيبة يا رب العالمين. أجمعين وجميع المسلمين يا رب. بالله عندي سؤال يا شيخ عبد المحسن. اليوم في صلاة الجمعة بالرياينة هنا، في جمعة صلوا الجمعة وخش واحد صلى درك الركعة الثانية مع الإمام. وبعدين الناس كمل، قال انا نصلي ظهر ما نصليش الجمعه. هو ادرك الركعه الثانيه منين؟ ادرك الركعه الثانيه في الجمعه مع الامام. منين؟ قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ لا في الركوع. يعني لحق على الركوع واطمئن قبل؟ لحق على الركعه الثانيه في مع الامام. وبعدين كمل ظهر، ما كمل الجمعه. كمل الظهر. وشن قال؟ قال انا نصلي ظهر ما نصليش جمعه فاتتني. باي، تسمع اجابه باذن الله تعالى. الله يرحم والديك شيخ عبد الله. والدك الله يبارك فيك. الاخت التي الاخت ام حسام، معلش الاخت ام حسام، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه طيب دكتور عبد المحسن، ان شاء الله نهارك طيب ونهارك مبارك يا رب العالمين. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، كل عام وانت بخير ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله، ربي يوفقنا فيك انت والدكتور صادق الغرياني، ان شاء الله ربي يطولنا في عمركم انتم وكل الناس اللي شاكلتكم يا رب العالمين، ان شاء الله ربي يبارك لنا فيكم. بارك الله فيك وجميع المسلمين، ان شاء الله ربي يبارك فيك. تفضل يا رب العالمين. انا دكتور عبد المحسن اتصلت، نبي نعيد عليكم ونبي نسلم عليكم، وبنقول لك يا دكتور انت دكتوري في 2005 2006 في كليه قصر بن بشير، ربي يبارك لنا فيك وربي يطولنا في عمرك يا رب العالمين. بارك الله فيك، بارك الله فيكم. الله يسلمك، ان شاء الله كل سنه انت طيب يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت بنت ليبيا اللي تسال عن منع الأخ أخته من الزواج بكفئها، أولا هذا فعل محرم، لا يجوز للأخ أن يمنع أخته من الزواج من كفئها إذا رغبت فيه. هذا اللي يمنع ولا يعد عاضلا هو الأب فقط. لماذا؟ قالوا لأن فعله محمول على الصلاح. الأب مستحيل تلقى أب مثلا يبي بنته تقعد عانس ولا يبي ضرر لبنته، إلا قلة شاذة لا يعتد بها ولا يقاس عليها، لكن بقية الآباء كلهم يرغب في الخير لأبنائه لعل أكثر حتى من نفسه. وبالتالي الأب إذا رد الكفء الأول أو الثاني أو الثالث لا يعتبر عاضلا، لكن لو كثر حتى هو بعد ذلك للبنت أن ترفع أمرها للقضاء، وإما أن يبين الأب لماذا يمنع، إما أن يبين يقول لها وجاء الرابع ولا الخامس الآن، علاش ما تبيش؟ هو كفء للبنت في الدين، هو صالح والبنت صالحة، وكفء لها في الحرية، هي حر وهو هو حر وهي حرة، وكفء لها في الخلو من الأمراض، هو سليم وهي سليمة. الآن لماذا لا تريد أنت الزواج؟ لو بين لماذا، قال والله هذا مداير كذا، ولا بنت هو فقير جدا جدا جدا، وبنتي ما تتحملش، أنا أعرفها بنت مببية وما تتحملهاش، ما تحملش الكلام هذا، ومن ثاني يوم تبي تطلق وتجيني. لو بين سببا في المنع فالقاضي يقول لا خلاص الآن مازال ولايتك مستمرة، قال لا هيك وخلاص والله ما نبيهاش تتزوج وبس، نبيها تقعد بحداي. القاضي الآن يقول لا أنت عاضل، العاضل اللي هو المانع والحابس، أنت عاضل في حكم الشرع، ويزوج عليه بولي أبعد منه، يقول لي أخوها ولا عمها ولا جدها ولا أي واحد تاني، زوج بدل الأب العاضل. الأخ من أول مرة يعتبر عاضلا، يعني لو جاء الأب متوفى وجاء شخص كفء للبنت هذه وأراد أن يتزوجها، قال أخوها قال لا والله ما نبيش نعطيهاني، علاش ما تبيش تعطيها هيك وخلاص، ولا حتى لو لم يذكر سببا، الآن هذا يعتبر عاضل من أول مرة ما دام كفأ للبنت، الخاطب كفأ للبنت، فلا يجوز له أن يمنعها ويحرم عليه ذلك. الآن ماذا تفعل البنت؟ أول حاجة يحرم عليه المنع،
وثاني شيء قد يتسبب في أزمة أخرى اللي هي أزمة قطع صلة الرحم، لأن الأخت هذه لما أخوها يمنحها من الزواج ممن ترغب فيه مرات معاش تكلمه، مرات تقعد تدعي عليه، مرات لما تتزوج معاش تجي من تلا بكل، ويسبب في قطيعة رحم. وما يقولش بعدها خير أختي هيك دارت، لما يرد مرة واثنين وثلاثة وأختها تتزوج بطريقة أخرى ما يقولش والله خير أختي معاش تكلم فيها، لأنك أنت كنت السبب في قطع صلة الرحم. فهو حرام، العضل حرام من الجهة الأولى، وحرام لأنه غالبا ما يؤدي إلى قطع الأرحام أو إلى الدعاء عليك. وفي قصة مشهورة يعرفوها ممكن الناس كلها، الأخ اللي أخته يتقدم إليه الخطاب وهم يرد فيه، هو يرد فيهم رد الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، وأخته ساكتة ما تبيش تتكلم، إلى أن عنست البنت صارت كبيرة في السن ولم يرغب فيها أحد. فلما هذا الشخص بيموت ضرب شاهد العقل وقالهم بالله ضبحوا لي أختي نبي نستصبح منها. فلما جت أختها قالها بالله سامحيني راه وصار وانت أدرى بما حصل وسامحيني نبي نموت واني مستريح. فقالت له والله لن أسامحك ويحرمك الله الجنة كما حرمتني من الزواج. فدعت عليه وهو في مرض موته. هذه قصة معروفة وهي قصة مؤثرة. فأنت الآن ما علاقتك بحياة أخت؟ خلاص الأخت راغبة دعها تتحمل. إذا كان عندك سبب بين لها بالطريقة الحسنة، لو كان توا مريض مثلا، ولا لو كان فاسق جدا عفوا، فلك أن تمنع، لأن هذا ليس كفءا للمخطوبة. إذا كانت المخطوبة صالحة هو شديد الفسق فلك أن تمنع، لا يعتبر كفءا لها. ولا لو كان هو مثلا في عنده أمراض خطيرة والبنت المخطوبة صحيحة لك أن تمنع، هذا ما فيش بأس. لكن شخص سليم وفي دينه ليس فاسقا لا يحق لك ولا يجوز لك أن تمنع وتكون آثما لو فعلت ذلك. هذا ما يترتب على الأخ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. راه أنت لما تخلي أختك تكبر ما تعرفش بعدين شن تدير، وكان دارت حاجة لا قدر الله، وإحنا يعني عندنا ثقة كبيرة في بنات الليبيين، لكن لو دارت حاجة لا قدر الله من زنا أو مكالمة أو أي شيء بعدين ما تلومهاش أنت، لوم روحك. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا تفعلوا. لو كان الخطاب كلهم بيردوهم ويقعدوا البنويت يكبروا رأوا بعد ذلك تحصل فتنة في الأرض ويحصل فساد كبير. من اللي كان السبب فيه بالدرجة الأولى في هذا الحديث؟ اللي كان السبب فيه هو اللي رد، رأوا مش البنت، لأن البنت عندها طاقة وعندها رغبات وعندها مشاعر، وكانت تبي الحلال وانت اللي حرمتها من الحلال. بعدين لما تمشي الحرام ما تقعدش تعيط انت وتنوح وتقول خيرها ولا وهي لا، راك انت السبب الاول. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. بقى الان الاخت خوها منع الاول والثاني والثالث بدون اسباب، شرعا هل تسكت وتقعد هكي ولا لها امر معين في الشرع تقدر تديره؟ قالوا لا، لها امر معين في الشرع تقدر تديره، وهي ان وهو انها ترفع امرها للقاضي، تقول له والله يا راه جاني الخاطب وهو كفء لي وانا ارغب فيه واخوي غير راض بالزواج. فالقاضي من اول مره بالنسبه للاخ او للاب قلنا يعطيه فرص كثيره لان فعله محمول على الصلاح، لكن الاب من اول الاخ من اول مره يقول له لماذا لم توافق؟ اذا ذكر سببا اقتنع به القاضي والسبب هذا حقيقي يقول للبنت الله غالب، راه هذا عنده سبب حقيقي للمنع وراجل اللي بعده. فإذا لم يذكر سببا يقول القاضي زوجها، لو زوجها بالحسنى فبها، وقال لا ما نبيش نزوج القاضي يعين غيره من الأولياء الأبعد لكي يزوج هذه البنت جبرا عن أخيها. هذه الإشكالية عندنا في بلاد ليبيا، وأكثر من حالة جيني يتصلوا ويقولوا هكي، يقول أبي أرفع أمرك للقضاء، تقول لا والله ما نقدرش نرفع أمري للقضاء، هذا أخوي وإحني في القبيلة الفلانية كان راو يا أخي واحدة والله بوها تكلم في الكلام هذا على بوها، يقول أنا بيك بحداي وتقعدي معن سبع حداي هيك. فقلت له أرفع عليه قضية الله غالب مرة واثنين، وهي واصلة الآن مش عارف على حسب كلامها في 28 أو كذا، قلت له أرفعي في قضية، أرفعي في بوك أو في خوك
الناس النساء الاخريات ارفع بوك ولا خوك قضيه باش القاضي يحكم لك بالزواج. تقولي لا والله ما نقدرش هذا اخوي في النهايه وكذا، وهذيك اللي بوها قلت لك اللي بوها منحها قالت لي لا والله احنا قبيلتنا ولا عائلتنا ولا شنية ما يهنونيش. قلت لها باين انت شنو بتقعد لما تعنسي لا قدر الله ويفوتك القطار زي ما يقولوا، بتنفعك القبيله ولا بينفعك بوك ولا بينفع اخوك؟ تقول لا والله الله غالب هذا الموجود واني ما نقدرش نرفع امري للقضاء. فالان ما دام الاخت هكذا بهذه الطريقه او البنت بهذه الطريقه ففيها خير كثير، فما تزيدش انت تفسدها اكثر مما يعني تحتمل. خلاص ممكن واحد تمشي، اثنين تمشي، ترد ثلاثه اربعه تمشي، لكن بعدين لما البنت راه توصل في مرحله انها تخاف على نفسها من العنوسه ما تعرفهاش شنو تدير وما تعرفهاش حتى كيف تتصرف قدامك. فانت ما توصلش البنت او الاخت لهذا الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، يعني اللي إذا صح هذا الكلام الدستور الكامل للمسلمين كله، ذكر في خطبة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا، سواء كانت أم ولا زوجة ولا أخت ولا بنت، قال استوصي بها خيرا، لأن النساء فيهن ضعف ويحتاجن إلى الرجال بكثرة. فأنت ما تخليش هذه الميزة اللي عندك بكلام نحن يعني تسيء للبنت وتنزل عليها ولا الأخت ولا الأم ولا أي وحدة، وتقعد تتصرف وكأنك أنت مالك ماكش أب ولا أخ ولا ابن ولا غيره، وهذا أمر غير جائز. ما دام البنات والحمد لله يعني قاعدات عندهم عفة وعندهم شرف وعندهم حشمة، يحرم عليك أن تمنعهم من الزواج بكفئهم. نصيحة للبنات، لو تعنت الأباء ما تعتدوش بالمجتمع، أراه لما تقعد هيك لا تنفع قبيلة ولا غيرك، وهذا أمر كفله الشرع. أنت الآن لم تكفري ولا بتديري أي إثم من الأثام، أرفعي أمرك للقضاء، قولهم والله إني بنتزوج وسني كذا وجاني شخص أرغب فيه والأخوي ما يبيش يوافق. يعني لو فعلت واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة هذا الأمر، بعد ذلك الإخوة يردهم يضربهم شاهد العقل ولا نقول يردهم الحيط، ويعرفوا إن الأمر مش تحكم مطلق وإساءة لاستعمال الصلاحيات وخلاص. لا، رأوا المرأة مطالب الرجل بحسن عشرتها سواء كانت زوجة ولا أم ولا أخت ولا بنت، لأنها ضعيفة وتحتاج. والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هذا المعنى في الحديث اللي قلناه، وفي الحديث الآخر اللي هو حديث أنجش هذا لما قعد يغني أو يحدو بالعربي، يحدو للإبل فالإبل يعجبها حذاؤه فتسرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير، يعني قال له راه الآن أنت رفع نسوين ونسوين ما يتحملوش زيت ريس، فما تحسبش أنت أختك زي صاحبك تكشخ على صاحبك وتاني يوم ولا بعد ساعة يرضى، ولا تتعارك انت وياه وبعد غدوة يرضى. راى البنت او الاخت عندها مشاعر وحساسة وعاطفتها اقوى من هكذا طبيعة البارئ عز وجل وخلق النساء على هذه الطبيعة، ان العاطفة اقوى من العقل، فمرات كلمة واحدة راو تخلي اختك تسبك وتغضب منك الى يوم القيامة. وبالتالي ينبغي على الناس او على الرجال الا يسرفوا في استعمال الحق. البنت أو الأخت تحتاج إلى رعاية، لا تخلي احنا للأسف الآن وقعنا في محظور، اللي راخ نسوينا وبنويته وإخواته بكل يسوقوا ويمشوا متبرجات وما دخلاش حتى قريب يباتوا برا ما يندرش بيهم، واللي قريب مدير لهم حبس. راهو الأمر الوسط، المرأة تحتاج إلى مراقبة كي لا تنحرف، ولكن في نفس الوقت تحتاج إلى حسن العشرة أيضا كي لا تنحرف أيضا، لأن هذا يؤدي إلى الانحراف وهذا يؤدي إلى الانحراف. أخرج إلى فاصل قصير ثم أجيب بقية الأسئلة بإذن الله تعالى. لقد جاءوا يدا وندا ونورا، وكم كانوا لحاجتنا حضورا، سمعنا واسألوا العلماء فجئنا، لعلمهم الغزير قرى ودورا، نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا.
مع تزايد عدد الإصابات وارتفاع عدد الوفيات التي بات يسببها فيروس كورونا، وجب على المسلم المعافى أن يتخذ كافة أسباب الوقاية منه بإذن الله، ومنها الاستعاذة بالله تعالى من الوباء والتحصن بالرقى والأدعية والأذكار. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصا بعد السعال أو العطاس أو استخدام دورات المياه. غسل اليدين قبل التعامل مع الأطعمة وإعدادها وبعده. استخدام المناديل عند السعال أو العطاس وتغطية الفم والأنف بها، ثم التخلص منها في سلة النفايات. تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد قدر المستطاع، فمن المحتمل انتقال العدوى عن طريق اليدين بعد ملامستها للأسطح الملوثة بالفيروس. تجنب الاختلاط بأشخاص مصابين. المحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كاف من النوم. أهمية مراجعة الطبيب عند الضرورة ومتابعة ما يجد من معلومات حول المرض، ورغم أنه لا يتوافر لهذا المرض لقاح أو علاجات نوعية حتى الآن، إلا أن المريض يعطى علاجا داعما للتعامل مع المضاعفات وتخفيف أثرها إلى أن يتعدى مرحلة الخطر بإذن الله. علما بأن من أعراض الإصابة بالفيروس السعال والارتفاع في درجة الحرارة والضيق الحاد في التنفس، وعلى المصاب أن يلتمس أسباب العلاج ويصبر على البلاء ويعلم أن الشفاء من عند الله تعالى، فهو سبحانه القائل: وإذا مرضت فهو يشفين. لقد جاءوا يدا وندا ونورا، وكم كانوا لحاجتنا حضورا. سمعنا واسألوا العلماء فجئنا بعلمهم الغزير قرى ودورا نشاورهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ مبروك يسأل عن شخص يأخذ في مرتب أخيه الكبير ولا ينفق عليه منه شيئا، هذا لا شك أنه فعل محرم. الأمر الأول حرمان شخص من حقه، هذا فعل محرم. والأمر الثاني لا شك أنه إذا فعل ذلك فأنه سيأخذ هذا المرتب إلى نفسه، وهذا أيضا فعل آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فأنت الآن لما تأخذ فيه أخوه زي ما يعني الأخ المبروك يتكلم، يعني يبي مروحة ما يبيش يشري له مروحة، يبي السجائر ممكن أخ مبروك نقوله معلش حتى ما جابهلاش كذا عليه باعتبار هذا أمر محرم وهيك يعين على المحرم، لكن غيرها إذا كان سيأكل منها أو يلبس ملابس أو يريدها في أي أمر من الأمور المباحة فيحرم على أخيه منعه منها. إذا أخذ الأخ، أنت راك تأخذ الآن في مال محرم وإنفاقك منه محرم، وكما ورد في الحديث: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أنت راك الآن لما تبي توكل صغارك ولا تبي تاكل أنت من هذا المال المحرم، راك نبتت لحمك ونميته بالسحت والنار أولى به. يعني هذا اللحم الذي نبت من سحت يوم القيامة مقره إلى النار. لكن لعل في الأمر يعني، لأن 450 الآن مبلغ زهيد، فلو كان الأخ ينفق منه حقيقة على أخيه المريض ويعطي، غير زي ما تقول الأخ المريض يبي يستاسع في الإنفاق والأخ الثاني يعلم أن المعاش قليل ويحتاج إلى تدبير في الإنفاق، في هذه الحالة لا بأس. إذا كان الأخ الثاني لا يأكل منه وإنما هذا يقول له نبي دخان، يقول له لا، لأن لو بيجيب له دخان بيأخذ منه 200 ولا 250 ومعاش يفضل له شيء. الآن هذا يكون تصرف بالمصلحة ليس فيه إثم، ولا يقول له نبي أمر معين، ولا يقول له مثلا نبي مروحة والدكتور قال له راه ما تعطيش مروحة لأن مع العرق ودير المروحة ممكن يمرض ويريح فيها. المهم إذا كان تصرفه بالمصلحة فهذا أمر شرعي ويتاب عليه وأجره على الله.
أما إذا كان ما يخدش وما يعطيش في الأخ حقه من مرتبه هكذا، لأنه هو يبي لنفسه ولا يبي يخليه لين يموت باش بعدين يجيه تركه لي هو، فهذا فعل محرم لا يجوز. الأخ علي من بنغازي يسأل، قال بعت سيارة وأعطي لي عربون بألف دينار، ثم بعد 4 أو 5 أيام الشخص خطر له ألا يشتري السيارة، فيسأل عن 1000 دينار هذه هل هي من حقه أو لا؟ عند المالكية ليست من حقه، وبالتالي يجب عليه ردها، لأن عند المالكية هذا يعتبر من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، هو حقه 5000، ادفع لك 1000 باش يكمل 4000 ويأخذ السيارة، ما صار لاش من السيارة، أنت الآن بأي وجه حق تأخذ هذه 1000 دينار، فاعتبرها المالكية من قبيل أكل الناس، أكل أموال الناس بالباطل. لكن في الحقيقة يعني الآن الأمور تعقدت جدا، وغير المالكية من المذاهب يقول يجوز أن يأخذها، وبخاصة يمكن الإفتاء بها والتقليد إذا سببت ضررا على البائع. يعني جايب موز مثلا من برا وقلت لك تعال خذ مني الحاوية ب100,000 مثلا، قلت لي باهي، جاتني بعد 3 أيام قلت لي والله ما نبيهاش، الآن أنت أعطيتني من 100,000 3,000، أصلا لما تجيني بعد 3 أيام وتقول لي ما صار ليش، ممكن نصها تنضرب عندي وممكن تنضرب كلها، فالآن هذا فيه نوع من التعويض على الإضرار اللي سببته لي يعني. لكن لو ما كانش فيها إضرار زي قصة السيارة هذه، يعني ربك ما سخرش في 5 أيام تقدر تبيعها لغيرها، فنلتزم بمذهب المالكية ونقول لا والله هي من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وترد له 1000. أما إذا سببت ضررا فالتقليد يبقى له وجه، وإن كان كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، والعربان في اللغة العربية هي لهجة أو لغة في العربون، وهو ما يدفع للتوثق في البيع، ندفع لك 1000 باش معاش تبيع لغير تبيع لني فقط، هذا كما قلنا عند المالكية يجب رده إذا لم يحصل من البيع ولم يلتفتوا إلى قصة حصل للمشتري ضرر أو لم يحصل ضرر، لأن حتى هم عندهم كيف يردوا، قالوا حني والله كان يعرف روحه بيتضرر من عدم الدفع، يقول لا ما يتدفع كله يا فمن له، يعني عنده حلول أخرى كي لا يتضرر بمسألة العربون، وبالتالي لا يبيحون أخذه مطلقا سواء حصل ضرر أو لم يحصل ضرر. يسأل عن حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، هي سنة عندنا. الأخ زايد من طرابلس، السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين شيخنا، جمعة مباركة عليك وعلى فريق العمل، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك شيخنا. نريد منك حث الناس على يعني هذا الإنسان لما يلبس الكمامة ويعقم يديه ويغسل يديه ويدير التباعد الاجتماعي، هل يؤجر من الناحية الشرعية؟ يعني هل يكسب بذلك الأجر ولا؟ لأن ديما الإنسان لما تحس تقول أن في أجر في الشيء الفلاني وفي حسنات، يعني بسارة لامتثال الأمر، فنريد منك أنك تبين للناس أن الإنسان إذا لبس الكمامة من باب الحفاظ على نفسه وعدم الضرر بالآخرين، أن راه يحافظ على نفسه على صحته في نفس الوقت يأخذ الأجر والثواب. أخ زايد معلش، ممكن هذا باعتباره مهم نسبقوه، هو مش يكسب الأجر والثواب، هو يكسب أجرين وثوابين. الأجر الأول اللي هو حماية نفسه، لأن الأمر هذا واجب الآن، لو لاحظت مسألة الدعاية اللي كانت بين شطري البرنامج قالوا يجب عليه لبس الكمامة أو لبس الكمامة لئلا يضر غيره، لما نقول يجب الآن أنت تحصل في أجر، ولو لم تفعل تقع في المحرم، إذا لما أنت تلبسها تأخذ أجر ترك المحرم وأجر فعل الواجب الاثنين، وبالتالي هذا أمر مطلوب جدا، وبخاصة لمني، بخاصة اللي يخاف أنه يعدي الناس لأن ظهرت عليه الأعراض، هذا يصبح الوجوب في حقه أولى. لماذا أولى؟ لأنني تو شخص مثلا سليم جدا ممكن يقول لك والله ما عندي شيء وما فيش داعي نلبسها، لكن الشخص مثلا المتزوج ويبي يرجع لزوجته وبيرجع لأبنائه وبيرجع لأمه، أو الشخص اللي بدأت فيه الأعراض أو شاك في وجود المرض، ممكن بمجرد الرذاذ هذا يعدي بقية الناس،
فهذا يتأكد في حقي الوجوب أكثر من الشخص ممكن اللي بيطلع مشواره بروحه وما يلاقي حد، ممكن نقوله له أنت الآن على سبيل الندب، هذا اللي بيطلع بروحه في سيارته وما يبي يرجع ما يبي يخالط حد. لكن الشخص الآخر المخالط راه هذا الوجوب في حقه أقوى، وخاصة إذا نوى به رفع الضرر عن بقية الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. إذا فيها أجر وفيها أجر آخر وهو ترك المحرم. أيوة تفضل. بارك الله فيك يا شيخ، وفي المقابل يؤثم على ترك الأمر. طبعا إذا لم يفعل ارتكب الفعل المحرم، غير زي ما قلنا المسألة الآن ليست متيقنة، هل كل واحد مثلا يطلع بالكمامة تصيبه العدوى أو يصيب الناس؟ يعني حتى الدكاترة مازال عندهم إشكالية في مسألة العدوى، هل ينتقل زوز متر ولا متر وبس؟ هل مثلا إذا وقع على السطح يعيش 8 ساعات ولا يقعد يوم كامل ولا ما ينتقلش بكل؟ هل الشخص الذي أصيب ولم تظهر عليه الأعراض ينقل العدوى أو لا؟ منظمة الصحة العالمية كل يوم تطلع لنا بكلام، فهذا اللي مخلي الناس يعني حتى الأحكام، لأن حكم الفقيه مترتب على معلومة الطبيب، فإذا كان الطبيب لم يعطي معلومة موثقة 100% لا يستطيع الفقيه أن يفتي فتوى صحيحة 100%. لكن على الأقل نقوله الآن بالتجربة، الآن للأسف الوباء انتشر في ليبيا، يعني في آخر 4 أيام ممكن زاد 3000 ولا أو في آخر نقوله شهر ارتفع 3 أضعاف ما ارتفعوا في 7 شهور اللي فاتت، فهذا يدل على أن المرض ينتشر وينبغي على الناس أن يحتاطوا لهذا الأمر. نعم، إذا الإنسان يأخذ بالحيطة شيخنا وبارك الله فيك. الله يبارك في الجميع. بارك الله في الجميع. الأخ علي من مغازي يسأل عن حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. رفع اليدين هو سنة وليس واجبا، إذا لم يفعله الشخص لا تبطل صلاته، ولكن قولوا له أنت نقصك من الأجر بمقدار ما لم تفعل من السنن، وهذه منها. عندنا فيها بسرعة 3 روايات، أشهرها الرفع إلى المنكبين للكتفين هذه، والرفع إلى شحمتي الأذنين، والرفع إلى الصدر، هذه 3 روايات هكذا تقول الله أكبر، هذه رواية. الرواية الثانية إلى المنكبين، الرواية الثالثة إلى شحمتي الأذنين، وحكمها السنة وليس الوجوب. الأخ سليم من مصراتة يسأل قال لماذا جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل المشاكل؟ هو لعل يعني مداخلة أكثر منه سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان سؤالا تحمل ذلك لأنه يعلم أعباء الدولة ويعلم أعباء الرسالة وأهمية نشر الرسالة وأهمية تعبيد الناس لله عز وجل ومنعهم أو إخراجهم من الظلمات إلى النور، أو من عبادة العباد والأصنام وغيرها إلى عبادة رب العباد. فكل ما يجده من تعب ومشقة هو يستعذبه، هو يجده حلوا لأن يعرف أن عنده الأجر عند الله تعالى. ولذلك في كثير من الأمور كان كما في حديث أن يطبق عليهم الأخشبين، وإحنا بتعبيرنا نقوله يفتك منهم، لكن هو رأى أن خصامهم لي ورمي بالجنون ورمي بالأمراض أو السحر كما قلت أنت وغير ذلك، هذا كله يزيد في مقامي وفي حسناتي وفي درجاتي عند الله، فقال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وهذا سبب تسمية الأنبياء الذين عذبوا ووقع عليهم العنت والمشقة أكثر من غيرهم بأولي العزم اللي هم 5 المعروفين، وأكثرهم وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قصة العنكبوت والحمام والغار هذه قصة غير، على الأقل خلينا ما بش نقوله غير صحيحة، لكن نقوله لم ترد في السنة الصحيحة، لم ترد في السنة الصحيحة قصة أن العنكبوت نسج على الغار وأن الحمامة باضت، والناس قالوا الكفار قالوا والله لو
هذا الغار فيه حد، راو العنكبوت هذا ممزق، وراو الحمامة هذه لم تنسج أو لم تقم بصنع العش، هذا لم يرد في السنة الصحيحة. ما ورد أنهم وقفوا أمام الغار وأبو بكر خاف على النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه خاف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، وهذا ما ورد في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قصة لو نظر أحد إلى قدميه لأبصرنا أو لرآنا، وتطمين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه هذا صحيح. أما قصة أن الحمامة نسجت أو باضت على الغار وقامت بصنع العش أو العنكبوت نسج، فهذا لم يرد في سنة صحيحة السند. يسأل عن شخص قائد سيارة وحصل حادث وتوفي معه شخصان وتنازل الأهل. هو القتل الخطأ يجب فيه أمران، وإن كان هني رأوا مسألة القتل الخطأ يعني ما نبوش نقوله في تعمد، لكن ما دام أنت مريض بالقلب ننظر هل الدكتور أجاز لك أن تقود السيارة، المرض هذا لا خطر فيه أو لا تأثير فيه على قيادة السيارة. لو قال لك الطبيب عادي بعد ذلك قتل خطأ 100%، لكن لو قال لك راو رد بالك القيادة فيها إجهاد وانت حالتك ما تتحملش وممكن تصير لك سكتة قلبية وانت تسوق، الآن هذا يحرم عليه أن يقود، وخاصة أنه يزيد يركب في الناس معاه، يعني طب ممكن بروحك حتى موت تموت بروحك كذا عليه، لكن تركب معاك في الناس وانت تاكسي هذه أكثر إثما من، لأن حتى نفسك أنت لا يجوز لك رأو أنك أنت تضر بها أو تقتل نفسك لا يجوز، لكن زي ما نقوله إثم أقل من إثم وهم أقل من هم. فإذا قلنا يجب عليه أمران، الأمر الأول الدية، والدية للعاقلة إذا كان أمر خطأ، والأمر الثاني الكفارة اللي هي صيام شهرين متتابعين، الأول اللي هي عتق الرقبة هذه غير موجودة، والثانية صيام شهرين متتابعين، وهني احنا ما عندناش مسألة أطعام 60 مسكين. فإذا سامحوا أهل الأشخاص الذين توفوا عن الدية لا يجب عليه دفعها الآن، لكن تجب عليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين. كان ما يقدرش لأن زي ما قال الأخ سليم إنه يأخذ في حبوب قلب وما يقدرش يصيم، بعد ذلك لا شيء عليه وبرئت ذمته أمام الله عز وجل. مسألة إذا أكثر من التبرع زيادة في الأجر وكذا فلا بأس به، لكن لا يجب عليه عندنا أن يكفر بإطعام 60 مسكينا. آخر سؤال الأخ سليم يسأل، قال رجل وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها ثم أصابه الفقر، ما حكم الزكاة؟ هل إذا أصابه الفقر نقول وجبت عليه زكاة 1000 دينار مثلا وأصابه الفقر ومعاش عنده كيف يطلع 1000 دينار، هل يجب عليه دفع 1000 دينار ولا لا؟ يجب دفع عليه لأن وجبت في ذمته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء. فهذا الشخص لو وصل إلى مرحلة شديدة من الفقر لا يملك قوت عامه، حتى لو أخذ من أموال الزكاة أخذ 1000 حصل 1000 ولا 2000 من أموال الزكاة، يخرج 1000 اللي في ذمته لأن هذيك ترتبت عليه، ولو لم يخرجها يكون أمام الله عز وجل مدينا بها، وبالتالي ما دامت وجبت عليك يجب عليك الإخراج ولو صرت فقيرا بعد ذلك، ولو أخذت من أموال الزكاة لأنك تعتبر غارما، ولو أخذت من أموال الزكاة وأخرجتها، بل عند المالكية ولو مات وما عنداش، لما مات ما خلاش حتى قرش لا جني لا زوجني أصلا، حتى الدفن دفنوه بأموال المسلمين، هل تدفع عليه هذه 1000 من زكاة بقية المسلمين بعد موته؟ قالوا تدفع عليه، بل هي أولى بالدفع لأن الحي يرجى له السداد والميت لا يرجى له السداد. أعتذر من الإخوة
أخ أميم علاش في أقل من دقيقة من الرياينة ما فعله خطأ، وكان ينبغي عليه أن يتم الجمعة وصلاته للظهر باطلة. تغيير النية هذه بدون سبب راه تبطل صلاته، لأن عندما أدرك الركعة الثانية أدرك الجمعة، وانت خاشع على جمعة وغيرت على ظهر راه صلاتك باطلة أو صلاة هذا الشخص باطلة، وعليه أن يعيدها ظهرا. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الحلقة. الإخوة الذين لم أتمكن من، وإن كانت كلها ليست أسئلة، من توجيه كلمات أعذروني، فالوقت ضيق. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرابعنا ربيعا وكانت قبل مرأى العلم بورا، جزاهم عن حوائجنا كريم وكافأهم بما وهبوا قصورا.